السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم. اليوم معايا فيديو جديد اللي غنوجد فيه كوسكوس بريستيج اللي كيجي رائع، كيجي زوين بزاف. وقبل ما نبدأ غنوريكم اليوم روتيني إن شاء الله كيفاش غادي ننقي الدجاج من بعد ما شريته، كيفاش غننقيه، كيفاش غنرقدو، عاد غادي نصبو إن شاء الله باش نديروه يطيب. قبل ما نبدا ان شاء الله بغيت نشكر الاخوات اللي دخلوا معايا جدادي، الاخوان الاخوات الجزائريات اللي كنشكرهم بزاف بزاف على التعاليق ديالهم الزوينين في حقي وعلى المشاهده ديال الفيديوهات ديالي. شكرا لكم بزاف، الله يكبر بكم. ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله يا ربي. وشكرا للمغربيات حتى هما اللي كيدخلوا عندي، ومصريات وجميع الدول العربيه كنشكرهم بزاف، والله يسهل امركم. بسم الله هنا غادي نبداو. بالنسبه هنايا لي كوكلين بعد ما شريتهم كنجيبهم، اول حاجه اش كندير ليهم؟ كنحيد ليهم هذا قبل ما كندير لهم لا ما لا والو، كنحيد لهم هذا الخيط. هذا كسكس غنديروه بالتفايه ان شاء الله. اللي بغى كسكس بالخضر راه عندي في القناه، يدخل يشوفوه مرحبا به. المهم هذا كيجي واحد الكسكس راقي شكلا ومذاقا. يعني كنجي كنحيد له هاد البلاصه هادي، هاد العظيم هذا اللي كيكون هنا في الفخذ كنحيدو، كنحيدو له كامل، وكنحيد له هاد الجناح هذا. انا كنهضر دابا غير مع المبتدئات، لان ماشي اللي ماشي مبتدئات، كاع المغربيات والعربيات كاملين تبارك الله حادقين. هذا عاد ندوز نغسلو. غنجي لهاد البلاصه هادي ونحيدها بحال هكا. دابا غنطلق عليهم الماء وغادي نشوف شنو مداخل، شنو الحاجه اللي هنايا بحال دابا الريانه حيدتها. المهم هنايا كنديروا يدنا هنا مداخل كنشوفوا شنو، واش كاينه الريه كنحيدوها بحال هكا. تنقلبوا كنجيو عاود جهه العنق كنشوف واش باقي ديك العنق هنايا، كيكون واحد القرجوطه كتكون هنا ما كايناش كما كتشوفوا. كنبداو نحيدو له في هذا الريش نحيد ما كنشيريش نحيد، نكون على بال باش ما نخلي حتى شي حاجه اللي زايده على 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 لي كوكلي. نحاول نقلب مزيان الجلدات هادو نحيدهم. هنا غادي نصفيه من هاد الماء هذا، غادي ندير عليه الماء شويه ديال الماء، غادي ندير الخل الابيض فينال بلون هي اخر ما بقى فين تنجيبو. كنستعملو بزاف في الخضره في الدجاج، كنستعملو هنا كنسد الماء وكنخليه في هاد الخل الابيض هنا كيغسل وكيعقم في نفس الوقت. هنا البنات بعد ما صفيتو من الماء والخل، دابا غندير عليه الحامض، غادير على الدجاج بصفه عامه والقنيه حتى هي، شي نهار ان شاء الله غنوجد معكم القنيه، راه كتجي واحد اللذه فيها بحال ما كتاكلوش القنيه بحال اللي كتاكلو الدجاج ان شاء الله يا ربي. هنا غادي ندير سكنجبير، هذا هو اللي قلت لكم سكنجبير هو اللي مزيان للدجاج، وغادي ندير الملحه. هذه هي الغساله ديال الدجاج اللي كندير دائما البنات، كيجي لذيذ مزيان. كندخلوا فيه هذا الحامض والسكنجبير مزيان، دابا غادي نخليه يترقد وغادي نمشي نبدا نوجد في البصله اللي غادي ندير في التفايه، ولا غادي نصبها ان شاء الله.
ندوز نقيه البصله اللي عندي هنايا كيلو ولا ربع ديال البصله. هنا غادي ندير غادي نقيها. هنا غنبدا نقطع في البصله. بالنسبه للبصله اللي كتكون ديال التفريه كتقطع بحال هكا، من الاحسن تكون رقيقه وقا ما امكن باش كتجي معسله زوينه. هنا بالنسبه للبصله غتكون على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا رقيقه. هذه اللي غندير بها التفايه، غندير شويه في الكوكوت اللي غادي نصفيها، وهذه اللي بقات غنديرها كامله تفايه. درت العطريه ديال اللي غنشرمل بها الكوكوت اللي حكيت البصله. صحابي كنت كنصور ساعه الكاميرا كانت واقفه. هنا درت معلقه صغيره ديال القرفه، درت معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، ودرت شويه ديال الابزار، واحد راس المعلقه ديال الابزار، والبصله محكوكه، وهذا السمن، شويه ديال السمن، وغندير شويه ديال الملحه باش لان السمن مالح، ولكن غندير غير شويه ما نكثرش ديال الزعفران شعره. نديرو لها غير واحد شويه كيعطي شويه ديال المذاق زوين. هي ديال زويته بلديه. بعد ما غسلت درتهم استقطرتهم مزيان، نجيبهم نديرهم هنا غادي نشملهم، غادي ندخل فيهم مزيان هذيك البصله اللي محكوكه، وهذا ندخل. هنا غادي ندوز الكوكوتا البنات كما شفتوا درت فيها البصله، غندير فيها واحد زليفه ديال الحمص. هاد الحمص راه عندي كونجلي. ندير لي كوكلي في الكوكوت، غادي نربطهم، غادي ندير لهم بحال هكا باش ملي غيطيبوا كندير لهم بحال هكا بهذا الخيط نيت اللي جاوا به غسلته. كنجمعوهم بحال هكا وكنجيبو هاد الخيط كنخشيوه بحال هكا وكندوروه وكنديروه هنا، كنخشيوه مع هاد الطليعات هادو، كنجيبوه لهنا كنجمعو لهم الجنحين هكا، كنقادو هكا الجنحين باش ملي كيطيب كيجينا ساهل، كيبقى مجموع وكيجينا ساهل ندخلوه للفران. هنا غادي نزيد شويه ديال الزعفران، ضربه ديال الزعفران الحر، نزيد شويه ديال السمينه، حيت شويه على البصله، زيت الزيتون ولا اللي بغيتو. لا ما درناش ليها، غنديرو تم فوق لي كوكلي، من بعد كلشي غادي يتخلط. شويه ديال الخرقوم لان كما كتعرفوا هذا الكسكس كيبغي شويه ديال البزار. معلقه ما عمراش ديال القرفه حيت غنديرو حتى في التفايه. نديرو السكنجبير معلقه عامره، انا غادي نخليه يتشحر المرق باش ما يتحرقش العطريه، ما تحرقش غير شويه. هنايا غندير البصلة فهاد بعد ما قطعتها غنديرها هنايا فهاد الطنجرة هادي، هنا فين غادي نطيب التفاية. غادي ندير عليها الزبيب اللي مفزق عندي مغسول ورقدتو شوية ديال الما باش يطاب شوية، غادي نضيفو هنا. هاد لي كوكلي هادو كنقلبهم، باش يطيبو على الصدر حيت الصدر هو اللي كيتعطل. واحد السر اللي كندير في هذا الدجاج ديال التفايا اولا دجاج محمر، كندير هنايا جوج معالق حتى جوج معالق، هنايا مع غيجي حلو هذا التفايا غيجي حلو، كندير جوج معالق ديال العسل ديال المنزل،
العسل اللي مصايبه في الدار هي اللي كنديرها. المهم هذه استيوس البنات، ديروا جوج معالق حتى ثلاثه هنايا حيت غندير التفايا، غادي تجي حلوه. واصلا هذه العسل هذه سبحان الله ما كتجيش حلوه بزاف، راه داير الطريقه ديالها في القناه ديالي. هاد العسل شنو كدير؟ نقص شويه البوطه. هاد العسل الهدف ديالها شنو هو؟ هو انه الدجاج كيجي ملي كيطيب كندخلو الفران بلا ما كندهنوه حتى شي حاجه كيتحمر. هذا هو السر ديال هاد العسل. هاد العسل ديال الدار اللي مصايبه في الدار بالحامض وبالباديان، هذيك العسل اللي انا مصايباها في الدار هي اللي درتها دابا، راه ساهله. المقادير ديالها راه دايرها في القناه، كنحرك باش ديك العسل كتلبس في لي كوكلي. هنا غادي نقلبوا على صدرو كما كتشوفوا البنات. هنا دابا بقى لي غير المرق، عندي فيها هذا اللي درت فيها شرملت فيها الدجاج، هي نيت اللي غادي نمرق بها غير شويه، ما غنمرقش بزاف. اللذه ديال الدجاج طلع في الكسكس، من الاحسن يكون كسكس ياغ ولا. المهم هنايا غادي ندير نفور الكسكس على لي كوكلي، غادي نغطي عليها وغادي ندوزو البصله ديال التفايا. هنا غادي نشعل عليها، غادي ندير عليها الملحه، شويه ديال الملحه، يعني زيت زيت نباتيه. وبعد غنديرها غير هذه قرفه بحال هكا معلقه عامره صافي. غنخلي هاد البصله غتنزل مزيان. هنايا كسكس اللي عندي هو المغيان، هو اللي كيعجبني، يعني هو اللي كيكون مزيان بالنسبه للكسكس. من الاحسن ما يكونش ذكر رقيق وما يكونش عاود الغليظ، هذا هو اللي زوين تيجي لذيد في الكسكس حسن. المهم الماركه كتبقى اللي عندكم، المهم غيكون مغيان. هنا غادي ندير القياس ديالي، كندير الملحه، كنقدر القياس ديال الملحه باش ما نعاودش عاد ندير الملحه. المهم درت بحال قلتو معلقه كبيره ديال الملحه، وغندير الماء. اول حاجه اللي كندير الماء تيتلبس كامل بديك الماء. حتى نشوف ما هاد الماء هذا اللي درت فيه ونرجعو ان شاء الله باش نديرو في الصباح. حتى كيرجع كامل الاول، صافي. البنات دابا غادي نديرو في الكسكاس باش يتفور. صافي دابا غنسد عليه ونخليه. بعد ما نزلت البصله كما كتشوفوا نزلات، دابا غندير شويه ديال السكينجبير، شويه ديال راس المعلقه ديال السكينجبير، راس المعلقه ديال البزار، وراس المعلقه ديال الخرقوم، باش كيجينا منسم هاد التفايا كتجينا حتى هي منسمه. هنا البنات بعد ما تفورت التفويره الاولى هاد الكسكس، نقلبوا هنا غادي نديرو الماء دافي، غادي نسقيه دابا حيت تفورت التفويره الاولى. التفويره الاولى مزيان تفور مزيان. بالنسبه لي عندهم الكوكوت فيها الكسكاس ديال التفوار تفوروا غير جوج مرات، اللي عندهم لا كسكسيه هذوك هما اللي ثلاثه المرات. انا دابا غنفوروا غير جوج مرات صافي. المره الثانيه كنعطيه الماء شويه ماشي بزاف، القياس مهم. هنا البنات بالنسبه لي كوكلي راه طابو، غادي نهزهم من الطنجره كما كتشوفوا راهم طايبين. انا البنات بالنسبه للتفايا كما كتشوفوا ها هي نشفات من ديك الماء والبصله نزلات. دابا عاد ندير لها السكر. انا غادي ندير 4 المعالق كبار ديال السكر حبيبات، 4 المعالق كبار غادي نديرهم باش نعسل هاد التفايا. دابا غادي نحرك نخليها حتى تزيد تعسل مزيان، تزيد تعسل مزيان، وان شاء الله نرجعوا بعد ما طيب.
ها انتما البنات لي كوكلي ديالنا باش بعد ما حيدتو من الكوكو تاع البنات، ها انتما كما تشوفوا ديجا راه تيتحمر في الكوكوت كما قلت لكم الطريقه ديال العسل، كما كتشوفوا داك التحميره في الكوكوت كيديرها. دابا غادي ندهنوا عندنو غير شويه بالسمينه، شويه بالسمن، غير شويه بالسمينه هكا غير من الفوق غير باش يدير لنا ديك المذاق وصافي. ما هو راه غيتحمر بلا والو، نديرو من التحت شويه حتى من التحت ندورو عليه كامل صافي. دابا غندخلو الفران باش يتحمر، يتحمر من التحت ومن الفوق ونرجع معكم. بالنسبه لهنا الكسكس ها ما كما شفتوا فاش شرب ديك الماء كيولا. دابا غادي نديرلو الزيت بالطريقه البنات. الكسكس راه ما تخافوا حتى شي حاجه، زعما يتعجل لكم ولا شي حاجه، راه يعني للمبتدئات طريقه سهله وما تخافوا حتى شي حاجه، غير زعما وديروا كسكس راه اسهل حاجه هو الكسكس، ماشي شي حاجه زعما صعيبه. المهم تبعوا الطريقه ان شاء الله غيصدق معكم وكلشي غادي يشكروا لكم. هانتوما البنات انا من بعد ما الكسكسو شرب ديك الماء اللي درت ليه كما كتشوفوا بالماء اللي فيه، هذا اللي غندير له التصفوره. دابا هذه الاخره اللي غادي ندير ليه، هنا غادي ندير واحد راس المعلقه ديال الابزار، هذه اللي كتخلي الكسكسو كيجي لذيذ. وهادو هذه بودره ديال البصل اللي كنديروها حتى هي، هاد لاستيسا ديال البنات راها من عندي، بودره ديال البصل معلقه هكاك، وزيت الزيتون اللي غادي ندير هنا. هذه هي التصفيره الاخيره، واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون صافي. غادي نبدا نخلط هاد الكسكس هكا، هادي التصفيره اللي غنديرها الاخيره. فورت في الاخيره ونرجع ان شاء الله من بعد. ها انتم البنات كما كتشوفوا لي كوكلي راه محمرين كما كتشوفوهم، لي كوكلي كيجيو محمرين هكا التحميره ديالهم كما قلت لكم، راه تيجيو زوينين التحميره ديالهم، يعني واخا ما دهنوهمش لا بحتى شي حاجه. كملت الكسكس ديالنا كملته بالتزيين كما كتشوفوا، يجي على هذا الشكل هذا. نتمنى يعجبكم وتجربوه، طريقه سهله كتبقى والتزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم. انتهى الحلقه اليوم، شكرا لكم على المتابعه، وما تنساوش لايك الى عجبكم الفيديو والاشتراك في القناه فضلا ليس امرا. والى اللقاء مع اكله اخرى من شهيوات مريم ديليس مريم، الى اللقاء.